أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم، نتوقف فيها عند أبعاد ودلالات تبادل مديري المخابرات الداخلية والخارجية المنصبين. إذن عينت بون بصفته قائدا للقوات المسلحة ووزير الدفاع لواء جمال كحال المدعو مجدوب مديرا عاما جديدا للأمن الداخلي، وأشرف الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش على تنصيب كحال خلفا لعبد الغني راشدي الذي صعد إلى هذا المنصب قبل أكثر من سنتين خلفا للواء وسيم بوعزة المسجون بأحكام مشددة والذي تم تنزيل رتبته لجندي. وساعات بعد التساؤلات أعلن عن تعيين عبد الغني راشدي الذي كان قد رقي إلى رتبة لواء في الاحتفالات الأخيرة لستينية الاستقلال كمدير للأمن الخارجي والتوثيق خلفا لجمال كحال، يكون بذلك الرجلان قد تبادلا المنصب داخل جهاز المخابرات. وعاد اللواء كحال من بعيد بعد تنحيته سنة 2015 وإحالته للمحاكمة بعد إقالته من منصب مدير الأمن الرئاسي في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك عقب حادثة إطلاق نار في الإقامة الرئاسية في زرالتا. ومع أن ذلك الحادث لم يسفر عن شيء، لكنه كلف اللواء كحال منصبه وأحيل للمحاكمة وصدر في حقه حكم بالسجن النافذ. ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جويلية 2022، أنصب رسميا اللواء جمال كحال مديرا عاما للأمن الداخلي خلفا للواء عبد الغني رشدي. تشغل التغييرات التي تحصل في هرم مديريات الأمن في الجيش الجزائري الساحة الإعلامية، وتحظى باهتمام الصحفيين والمتابعين بعدما كان الجزائريون يجهلون فعليا كل ما يجري في الجيش، بل كان يطلق عليه الصامت الأكبر. ويتساءل المتابعون عن الجدوى السياسية والإعلامية من إبراز هذه التغييرات وإعطائها حيزا معتبرا في وسائل الإعلام الوطنية، وما هي الرسالة الإعلامية المراد توجيهها من وراء التركيز على هذه التغييرات. التغييرات التي قادت في البداية إلى تنصيب جمال كحال في منصب مدير المخابرات الخارجية خلفا للواء محفوظ مقري، ولم تمضي مدة أزيد من شهرين على تسلمه المنصب ليتم تحويله للإشراف على مديرية الأمن الداخلي خلفا للواء عبد الغني راشدي. مع بروز أكثر من تساؤل حول هذا التغيير الذي يبدو مفاجئا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تعرفها الساحة الوطنية والإقليمية، وفي ظل غياب مبرر واضح تستند إليه التحاليل لدراسة هذا التغيير، فالمدة الزمنية التي قضاها كحال مجذوب على رأس مديرية الأمن الخارجي لا تكفي لتقييم ما أنجزه ويستدعي نقله إلى منصب آخر، فيما لا يظهر أي خبر يتعلق بضرورة تغيير مدير الأمن الداخلي عبد الغني راشدي. ويرى محللون أن عدم الاستقرار الواضح في المناصب في أعلى هرم المؤسسات الأمنية يعكس توترا عاما وانعدام وضوح الرؤية وتوحدها في التسيير الخاص بمؤسسة الجيش، فيما ينعكس هذا إجمالا في رأي المحللين بشكل مباشر على القرارات المتعلقة بتسيير الملفات السياسية والقضائية في الجزائر، وخصوصا ما تعلق بملفات الحقوق والحريات وأبعاد مشروع اليد الممدودة الذي يبدو أنه يترنح أمام ضربات هذه التغييرات. ونتابع الآن تصريح شنقريحة أثناء عملية تنصيب جمال كحال لواء جمال كحال مديرا للمخابرات الداخلية بعد شهرين فقط من تعيينه قائدا للمخابرات الخارجية. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ
في 13 جويلية 2022، ونصب رسميا اللواء جمال كحال مديرا عاما للأمن الداخلي خلفا للواء عبد الغني رشدي. وعليه أمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحية شهدائنا الأبرار، وتخليدا لقيام ثورتنا المجيدة. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من واشنطن حميد للو، الباحث في العلاقات الدولية والصراعات والنزاعات، ومن فرنسا شوقي بن زهرة المدون والناشط من هناك من فرنسا. نبدأ معك حميد للو. قبل المضمون نأتي شكل، ما قراءتك؟ تغيير جديد في المخابرات الجزائرية. في البداية تم الإعلان عن استبدال عبد الغني راشدي بالجنرال أو اللواء كحال مديرا للمخابرات الداخلية. قبل شهرين فقط كان تم تنصيب كحال مديرا للمخابرات الخارجية، الآن مديرا للمخابرات الداخلية. كانت هناك تساؤلات، هل سيجمع بين المنصبين؟ بعدها بساعات يتم تنصيب راشدي مديرا للمخابرات الخارجية، يعني تم استبدال المنصبين. ما دلالات هذا؟ الاستضافة. هو إذا رأينا إلى المسار المهني تاع اللواء كحال، اختصاصه هو في الأمن الخارجي. في بداية الألفينات هو اللي كان قام بقضية عبد الرزاق البارة، آنذاك كان هو في باريس وكان رأس المفاوضات مع الجماعة المسلحة التشادية اللي سلمت له البارة. في التسعينات كان معروف أنه خدم في طهران، خدم في بشاور، خدم في باكستان. هو اللي كان وراء كل العمليات تاع المخابرات الجزائرية عن مستوى المجاهدين في أفغانستان، ونعرف ماذا صار أيضا في التسعينات. إذن اختصاصه هو أكثر العمل التجسسي الخارجي من الداخلي. لكن على قراءتي، ما دام أنك ترسل، عندي قراءات مختلفة. الأولى هو كل ما يجري الآن على مستوى المؤسسات الجزائرية وخاصة مؤسسات الأمنية وظهورها على الشاشة على التلفزة، وهي يعني 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع إلا على المؤسسات العسكرية، معناته دليل قاطع نحن نعيش تحت نظام عسكري مشي مدني. القضية الأخرى هي كم روجوا وكم كسرنا رسالنا على الدستور، وما دستور وإلى آخره. في نهاية المطاف أعطاه دليل قاطع، وهذا بأفواههم وبعملهم، أن هذا الدستور هو مجرد مساحة من قماش، لأنه البيان اللي قراه شنقريحة نفس الشيء البيان اللي على وكالة الأنباء الجزائرية، ولا كلمة واحدة على الدستور. يقولهم وعليه أمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته، ما فيه كلمة واحدة على الدستور. هذا كل التعيينات، هذا كل التحولات، هذا كل الأعمال ليست مبنية على الدستور أو احترام الدستور. كأنهم يقولون ما فيش مؤسسات فيه شخصيات، المؤسسات الشخصية تزول المفروض والمؤسسات تبقى، لكن هم نفس الأشخاص يحولون من إدارة إلى أخرى. كما قلتم حضرتكم في البداية، هذا كان أزيل في 2014
بعدما كان رئيس للأمن الرئاسي وصرع ذلك الفضيحة تاع إطلاق الرصاص في زيرالدا، ثم خرجوه من منصبه على أساس إهمال، حتى زوجته خرجت في العلن في الصحافة وقالت هذا يعني مناورة ضد زوجها وأنه هو من عائلة ثورية وإلى آخره. فإذا هذا كله معمول به بدون احترام المؤسسات، كما قلت حتى في البيان ولا كلمة واحدة على 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 الدستور. شوقي بن زهرة، ما رأيك من حيث الشكل قبل أن نأتي إلى المضمون؟ تعيين كحال قبل شهرين مديرا للمخابرات الخارجية بعد أن عاد من بعيد، حدث ما حدث له، الآن يتم تنصيبه اليوم، يتم تنصيبه مدير المخابرات الداخلية، وكانت التساؤلات هل سيجمع المنصبين، ما مصير راشدي؟ بعدها بساعات يأتي الخبر بأنه تم تعيين راشدي في مكان كحال. ما دلالات هذا؟ يعني لماذا لم يكن التعيين في نفس اللحظة؟ يعني كان هناك يعني الخيار سابقا أنه يبقى في جهاز المخابرات ولكن يكلف بالجهاز الخارجي وليس الداخلي. السلام الله عليكم، شكرا على الاستضافة سي جمال، تحية لضيوفك ولكل مشاهدي قناة المغربية. إذا تحدثنا عن الشكل، بطبيعة الحال أول شيء هو أنه مسبوق قضائيا يتولى، وكنا قلناها في شهر ماي، يعني يتولى في البداية منصب المخابرات الخارجية اللي هو منصب حساس جدا، ثم بعد أسابيع يتولى يعني منصب يعني على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي وهي المخابرات الداخلية، وهي كلاهما يعني جهازان حساسان. هذا الأمر يطرح الكثير من التساؤلات، أقول لك في الشكل فقط، يعني في 2015 يعني الأمر ليس ببعيد في تاريخ بلد، حكم على هذا الشخص بثلاث سنوات سجن نفذ من مؤسسة من مؤسسات الدولة. طبعا قيل آنذاك بأنها حملة فقط تصفية حسابات، وأنه يعني لم يكن مذنبا الرجل، يعني المنصفون قالوا حينذاك تصفية حسابات فقط للأمانة، ننقل على الذين يطلعون على الأمور حينها. نعم، وكما قيل بأن الجنرال توفيق في فترة ما بأنها كانت لما خرج تمت تبرئته في 2020 بأنها في 2019 كانت تصفية حسابات، وقبلها قالوا للعكس. يعني أنه هذه الانقلابات لو تلاحظ فقط المناصب هذه، وزيد أنها من أكثر المناصب حساسية في الدولة الجزائرية، شوف يعني ماذا حدث فقط لو نأخذ منذ سنة 2015 منذ الإطاحة بالجنرال توفيق لأول مرة، كم من مدير مخابرات سجين، الجنرال توفيق، طرطاق، لبوعزة وسيني اللي كان جنرال اليوم أصبح جندي بسيط، والذي كان يحكم بأحكامه في فترة ليست ببعيدة وهي في 2019-2020. يعني هذه الأمور كلها، يعني أنا أقول لماذا أقول لك شكلا، لأنه حتى خارجيا الناس لا تهمهم الآن هذا كانت تصفية حسابات وهذا بريء وهذا غير بريء، أصلا لا يعرفون هذه الأشخاص. الناس يرون مؤسسة عسكرية في بلد يدعي من يحكمونه بأنه قوة ضاربة، يرون هذا عدم هذا لا استقرار في المؤسسة العسكرية، هذه التغييرات المتواصلة، وأي تلاعب هذا بصورة الدولة الجزائرية، يعني أنك تصير تلعب في لعبة الكراسي الموسيقية، يعني أنك تضع هذا في منصب مدير المخابرات الخارجية ومدير المخابرات الداخلية يعوضوا. يعني الأمر يعني غريب جدا، وأصلا عبد الغني راشدي ما علاقته بالمخابرات الخارجية غير أنه اشتغل كملحق في السفارة في الإمارات العربية المتحدة. هناك من له التحليل بالعكس، يقول بأنه راشدي ربما اختصاصه، هناك البعد الأكاديمي فيه دراسات العليا، أنه اختصاصه ربما الخارجية أكثر منه المخابرات الخارجية، كان ملحقا عسكريا في الخارج آخرها في الإمارات أكثر حتى من المخابرات الداخلية في المقابل. لا، لأنه المشكلة أنه هذا تقول في الجانب الأكاديمي، لكن اليوم ما تحتاجه المخابرات الخارجية الجزائرية بطبيعة
ما يقوم بنظام مع دول في محيطنا بحاجة إلى رجل ميدان بطبيعة ما يحدث في حدودنا شرقا وغربا وجنوبا بافتعال الصراع مع إسبانيا وغيرها من الأمور التي تحدث في السياسة الخارجية. يعني عبد الغني رشدي ليس يعني هو على الأقل لو كنا قلنا في المخابرات الداخلية على الأقل ربما راه في مكانه. من جانب آخر من كان في المخابرات الخارجية هل يعني أنه بقاؤه لمدة أسابيع فقط في هذا المنصب الحساس جدا هل معناه بأنه فشل؟ وإذا فشل كيف يتم تعيينه في منصب حساس آخر؟ وهل حقق نجاحات باهرة لم نسمع بها في ظرف أسابيع؟ وإذا حقق نجاحات باهرة فليبقى في منصبه. يعني وبالمناسبة المخابرات الخارجية هذا خامس تغيير فيها منذ 2020. نعم خامس تغيير، بالإضافة إلى أنه من كانوا فيها يعني لما تأخذ لواء بوزيت اللي هو اليوم مرمي في السجن العسكري تبع بتهم خطيرة، تعرف التخابر وتسريب وثائق للإمارات العربية المتحدة، مقري يعني يقال بأنه ربما يتم التحضير أيضا لمتابعته في المحكمة العسكرية. يعني هذه سلسلة التنحيات في جهاز حساس مثل هذا، وقلت لك بطبيعة ما يحدث داخل النداء وبطبيعة الكوارث التي حدثت لما خرجت وزارة الخارجية وقالت بأنها تفاجأت بالقرار الإسباني لما تغير موقفها في قضية الصحراء. هذا تعرف بأنه كان من مسؤولية المخابرات الخارجية أنها تستبق هذا، قضية بيغاسوس والتجسس على الكثير من المسؤولين في الجزائر. يعني أنه هذا الجهاز كل ضرب بفضائح كبيرة في الأشهر الأخيرة أو على الأقل في السنتين وثلاث سنوات الأخيرة، تغييرات لا تتوقف. طيب نتابع هذه التنصيبات بالمناسبة وهذا الفيديو، تنصيبات المتتالية للواء جمال كحل. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ونصب اليوم رسميا العميد عبد الغني رشدي مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة خلفا للعميد والسيني بوعزة. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 جانفي 2021، ونصب رسميا اللواء نور الدين مقري مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء محمد بوزيت. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي أنصب رسميا اللواء جمال كحال مديرا عام للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء نور الدين مقرئ. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جويلية 2022، ونصب رسميا اللواء جمال كحال مديرا عاما للأمن الداخلي خلفا للواء عبد الغني رشدي. إذن وبعدها بساعات يتم تعيين عبد الغني راشدي خلفا لجمال كحال مديرا للمخابرات الداخلية. يعني تم تبادل المنصبين. انضم إلينا الآن في النقاش الأستاذ سعد بوعقبة الكاتب الصحفي. أستاذ سعد بوعقبة، نحن أمام ماذا؟ هذه التغييرات المتتالية أما دليل على وجود صعوبة في تسيير
في سير هذا الجهاز منذ أن عبث به الرئيس المرحوم السابق بوتفليقة في 2014-2013. منذ ذلك الوقت والجهاز يعرف مشاكل حقيقية، ويظهر أنه الآن يواجه صعوبات حقيقية، نفس الصعوبات التي تواجهها البلاد في حفظ أمنها، لأن يظهر أن الجهاز ما عادش عنده برنامج حفظ أمن وسلم البلد، ولا يتجه نحو برنامج حفظ أمن وسلم الأشخاص وخاصة سمعتهم في الخارج وما ذلك. ومن هنا ظهرت هذه الصعوبات في التعيين وإعادة التعيين، وفي الإقالة وإعادة الإقالة، وفي السجن وإعادة السجن، وفي إطلاق سراح والسجن مرة أخرى. يعني باين باللي فيه صعوبات كبيرة جدا. نحن نعرف باللي في تاريخ البلاد من تأسيس هذا الجهاز في 56 حتى الوفاة بومدين الله رحمه، حتى للثمانينات، كنا ما نعرفش المسؤولين تاع كنا من الصعب تعرف شكون هو المسؤول تاع الامن الداخلي ولا الامن الخارجي ولا كذا. كنا حتى قصدي مرباح الله يرحمه كنا ما نعرفوش، الى درجه ان كنا في الاعلام لما يحضر في بعض الخرجات للرئيس بومدين تحذف صوره من اللقاء. نتذكر ان مره كانوا يديروا في المونتاج زياره الرئيس الخميس الخشنه، وظهر فيه في الصوره قاسم رباح، تم حذف الصوره، وقال لنا مسؤول الاعلام في ذلك الوقت لا يمكن يظهر مسؤول الامن مع الرئيس، لانهم يقولوا هو الرئيس يمشي بمسؤول الامن معاه، معناها البلاد غير امنه. لما نشوفوا باللي الحرص على امن البلاد يوصل الى التفاصيل الدقيقه في مثل ذلك الامر، نشوفوا نقارنها بما يحدث الان باللي ما يهمهمش الامن، سمعه البلاد والامن الخارجي، لان سمعه الجهاز هي عصب سمعه الامن تاع البلاد يعني في الحقيقه. وهنا يبين لك الصعوبه. ما حدث مؤخرا في لوساكا يعكس تماما المصاعب اللي واجهها هذا الجهاز في تتبع المشاكل الحقيقيه اللي تواجه امن البلاد. واش نزيها الامن الخارجي هذا اللي في لوساكا ما يعرفش حتى باللي الجزائر ما لازمهاش تترشح ضد رواندا لانها تخسر، لان كان المفروض اجهزه الامن قبل ما تترشح الجزائر للمنصب هذا يكون دارت العمل تاعها، وقالت باللي ما عندكمش حدود، وبالتالي ما تبهدلش البلاد تترشح امام رواندا وتخسر بالطريقه هذه التعيسه اللي كذا. احنا يبين لك باللي الامن ما قاعدش يخدم ولكن ليس هذا العمل الدبلوماسي بالاحرى. وربما حتى عندما تقول بانه ليس ربما يراد إظهار الشفافية في تعيينات المناصب، تلك مرحلة في السبعينات أو مرحلة الجنرال توفيق وذلك البعبع الكبير، بالعكس قد تدافع السلطة عن نفسها تقول بأنه نحن ندير الأمور بشفافية، يعرف الجزائريون من هم المسؤولون على الجهاز الأمن الداخلي والخارجي. على احنا خير من الفرنسيس وخير من الأمريكان وخير من الدول الاخرى هذه، الايطاليين والاسبان وكذا، على ما يديروش هما هذا الهيلمان في تنصيب المسؤولين تاعهم في الامن؟ على ما نشوفوهمش في التلفزيون وفي كذا؟ على ما هما ما عندهمش الشفافيه؟ لا ما لا لا ولكن هم يعرفون من هم مدراء المخابرات، بالعكس مثلا مدير مخابرات في فرنسا الخارجيه كما كان سفيرا في الجزائر اصلا مدني ليس عسكريا اساسا. صح بصح لما يعينوه يعلنوا عليه الخبر، ولكن ما يجيش ينصبوا ويدير عليه هيلمان ويديروا في التلفزيون ويديروا كانه حدث وطني وما يديروش الحاجات هذه هما. كيف تفسر هذا استاذ سعد باق؟ نصبوا مدير الامن تاعهم بالشكل هذا؟
ما تفسيرك فعلا لهذا الاهتمام الإعلامي بالمباشر والتنصيبات والكلمات، ثم يعني في قضية تعيين مجدوب مدير المخابرات الداخلية بعد أشهر من تنصيبه مدير المخابرات الخارجية، كانت تساؤلات، لم يكن يعرف المتابعون ما مصير منصب المخابرات الخارجية، هل سيجمع بينهما مجدوب؟ ثم فجأة يتفاجأ المتابعون بعدها بساعات أنه يتم تبادل المنصبين. لماذا لم يحدث ذلك في نفس هذا حفل التنصيب الذي تم تداوله باهتمام إعلامي كبير؟ هذا ينم عن صعوبة يواجه المسؤولين في السلطة الفعلية في التحكم في مصير هذا الجهاز، لأن فعلا حتى الآن هذا التغييرات والتغييرات العشوائية التي تم بالطريقة هذه وثم عدم الاستقرار معناها فيه مشاكل حقيقية في القطاع يعني في الجهاز، وبالتالي الوضع الأمني تاع البلاد يخاف عليه، يعني لأن عصب الأمن تاع البلاد هو هذا الجهاز، إذا كان الجهاز هذا فيه مشاكل معناها من حقنا نخاف على أمن بلادنا بالطريقة هذه. أيضا من الحاجات اللي ينبغي أن نشير إليها هو أن العبث اللي تم في السنة في المدة الأخيرة تاع السجن وتاع محاسبة الناس وتاع واتهام الناس ثم تبييضهم وكذا أضر بسمعة الجهاز عند الرأي العام، لأن إذا كان الناس اللي سجنوهم ظلموهم وإن كان الجهاز هذا وعدم الاستقرار تاعه وربما اللي أدى إلى هذه الأخطاء، ثم إذا كان تمت الأخطاء هذه لماذا لا نحاسب الناس اللي ارتكبوا مثل هذه الأخطاء في التعيين ثم الإخالة ثم سجن الناس باطل ثم العفو عنهم؟ لأن سجن الناس حكم عليهم بعشرين سنة ثم أعطاهم البراءة، هذا الخطأ من عشرين سنة إلى البراءة يعني فعلا فضيحة. طيب. موش فضيحة فضيحة لأن الجهاز مثل هذا الجهاز ومن جنرال ومن جنرال إلى جندي وسيني بوعز، طبعا مثل هذه المشاكل تسيء للحكم، تسيء للسلطة القائمة، تسيء للبلاد أكثر مما تنفعها، لأن فعلا الناس تضحك علينا وش نسي هذه الأجهزة. يعني قلت لك التواجد تاع هذا الجهاز في الدبلوماسية لافت، ومع ذلك يقع واش وقع في لوساكا. طيب. بدون ما نعرف باللي الجزائر حظوظها أمام رواندا تساوي 1-3. طيب، وفي هذا السياق تابع معنا أستاذ سعد بوعقبة ما كانت تقوله قناة جزائرية عن الجنرال كحال حين إحالته على القضاء العسكري بعد الإطاحة به من منصب مدير الأمن الرئاسي، نفس الأذرة الإعلامية التي الآن تحتفي بالسيرة الذاتية للرجل. بعد إقالته في جويلية الماضي من منصبه ومنعه من السفر خارج التراب الجزائري، يقف اللواء جمال كحال مجدوب مدير الأمن الرئاسي السابق أمام قاضي المحكمة العسكرية لقسنطينة مع 4 من رفقائه بتهمة مخالفة التعليمات، ورافع دفاع المتهمين لأجل عدم وجود جريمة. متابعة اللواء مجدوب تأتي بعد أن أصدر القضاء العسكري بوهران حكما بسجن اللواء عبد القادر أيت وعرب المعروف بالجنرال حسن رئيس الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب بدائرة الاستعلامات والأمن ب5 سنوات سجنا نافذة بتهمة إتلاف وثائق عسكرية ومخالفة التعليمات. ويرى قانونيون أن متابعة كل من اللواء جمال كحال مجدوب والجنرال حسان أمام القضاء العسكري بالنظر إلى التهم المنسوبة إليهما عكس محاكمة الجنرال حسين بن حديد الذي يتابع أمام القضاء المدني بتهمة إحباط معنويات الجيش. دفاع الجنرال بن حديد بشير مشري يقول إن تحويل المتهمين للمحاكم العسكرية في كل من وهران أو قسنطينة وعدم متابعتهم أمام القضاء في إقليم عملهم تقره القوانين المعمول بها، وتكون متابعة اللواء جمال مجدوب الثالثة من نوعها التي تطال قيادات عسكرية بتهم مختلفة
بعد متابعة كل من الجنرال حسان واللواء بن حديد. حميد للو، أليست مفارقة؟ يتم الحديث، هذا التقرير كان في 2015-2022 من يتم الحديث عنه تم تعيينه مدير المخابرات الخارجية، والآن في مديرية بنفس الأهمية إن لم تكن أكثر، مدير المخابرات الداخلية. وهذا يعني دليل قاطع على أنه ما فيش احترام للمؤسسات، كله مبني على مصالح أو مبني على اللويالتي، يعني الولاء للأشخاص أو الشخصيات، من هو الذي في الرئاسة أو في الحكم. في الشريط تاعكم أنا فكرني بقضية التي تخوفني، لأنه كما قالوا ضيوف الكرام هذا العمل كامل يدل على عدم الاستقرار المؤسسة الأمنية الجزائرية، وهذا خطر كبير. النظام هذا نعرفوه، كل جزائريين يعرفوه أنه خطر كبير على الجزائر، على استقرار الجزائر. والشريط تاعكم لما تكلمتوا على الجنرال حسان وعلى مدين وعلى هذا كحال، لأن ذاك أوقف في 2014 وإلى آخره وحاول الخروج والذهاب إلى باريس، أوقف في المطار. أنا ذكرني بقضية أخرى أخطر منها، وأنا أظن هذه القضية ما انتهتش، هي قضية تيغن تورين. كل هذه اللواءات اللي أصلا ذلك الزمن كانوا سواء لواءات، الآن كانوا أعمدة، الآن لواءات، إذا كانوا كولونيلات، كانوا متورطين في تلك الفضيحة. وهذه الفضيحة اللي ماتوا فيها أظن 43 أجنبي، احنا نعرفوا تاريخ يعلمنا باللي الأجانب ما يسمحوش في هذه الأمور. نعرفوا تجربة لوكربي مع القذافي واللي صرا فيه وحاسبوه عليها ودفع عليها أموال. ما تنساوش الشعب الجزائري ما ينساش باللي أنه المخابرات الأجنبية، والضيوف الكرام قالوها، أنه المخابرات تعرف كل ما يحدث في الجزائر وتراقب كل خطوة وتعرف كل هذا المناصب، من يأخذ المناصب. طيب، يعني في اعتقادك وأنت في واشنطن، أي انطباع يمكن أن يعطى عن البلد، عن أي بلد، والنقاش عن الجزائر وعن مخابرات البلد، المخابرات الجزائرية، بهذه التغييرات؟ جهاز الأمن الخارجي هذا خامس تغيير منذ 2020، ثم الآن تم تنصيب كحال منذ شهرين فقط، الآن ينقل للمخابرات الداخلية، ومن يستخلفه يخلفه في منصبه. هنا في أمريكا، مدام أنك سألتني عن الولايات المتحدة، تنصيب مسؤولين عسكريين مدنيين، تغييرهم هذا شيء عادي، وربما ليس بنفس السرعة، ليس كل شهرين ثلاثة. يعني معروف أنه أي مسؤول عالي في المنصب هنا يبقى تقريبا 3 إلى 5 سنوات. والقضية أنه المدراء القوميين أو المدراء المعينين على مستوى المؤسسات القومية الأمريكية معروفين، يعني أسماءهم معروفة كلهم، فيه تقريبا 18 وكالة فيدرالية متخصصة بالأمن، وكل رؤساءها معروفين، لكن ما نشوفهمش على التلفاز، لكن يظهرون أمام البرلمان، يعني محاسبتهم، يحاسبهم الكونغرس، يقفون أمام الكونغرس ويدلون ببرامج بهم ويجيبون على أسئلة البرلمان. الآن ماذا يظنون على الجزائر؟ في الحقيقة الجزائر أو البلدان الضعيفة ولا الإفريقية ولا العربية ما يتكلموش عليها كثيرا، لكن الأخصائيين نعرفهم هنا في واشنطن بما فيهم محللين، يعني يقولون أنه النظام الجزائري نظام غامض، نظام غير شفافي، وقراءته تكون تارة صعبة وتارة غير واضحة، لكن هم لا يعني لا يخصصون برامج، حتى طيب، برامج على الجزائر. شوقي بن زهرة، ولكن يعني مهما كان يعني تبدو صورة
غريبة يعني هذه التغييرات، يعني مثيرة للتساؤلات، وأيضا هذا المشهد الذين الأذرع الإعلامية التي كانت تتحدث عن كحال بهذا الشكل الآن تتحدث بالعكس عن سيرته وعن محاربة وعن أداء مهام وأهمية هذا الجهاز في حماية البلاد. لا أظن أنه هذا واحد من أكبر الإشكالات في هذه القضية، لأنه هذه الأمور لا تراها إلا في الجزائر. أنا لن أقارن بدول الدول التي تحترم نفسها، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها والقوى من القوى العظمى. أنا فقط أرى في الجوار، يعني حتى دول الجوار لا ترى أنه يحدث فيها ما يحدث في الجزائر، رغم أنه من يقدم نفسه على أنه قوة ضاربة وعلى أنه قوة إقليمية وعلى أنه كما قالها قائد الأركان سعيد شنقريحة منذ سنوات بأننا أقوى جيش في المنطقة. كيف أنه هذا أقوى جيش في المنطقة؟ هو الجيش الأقل استقرارا في المنطقة، هو الجيش يعني حتى لما تأخذ مالي وعاصمي غويتا والمحيطين به لا ترى، رغم أنهم في عملية بعد انقلاب في ظروف صعبة جدا في إطار صراع تاع قوى دولية في مالي، ولا ترى يعني هذا اللا استقرار في المؤسسات في مالي، لا ترى في موريتانيا الشقيقة، لا ترى في أي بلد في منطقتنا. طيب لكن قد يرد على هذا الكلام بالقول أنه بالعكس هذا دليل على أنه هناك مؤسسات وتتغير الأشخاص فقط، ويبقى عمل هذه المؤسسات المخابرات الداخلية والخارجية، تتغير القيادة ولكن يبقى عمل هذه المؤسسات في المقابل. لو كان هذا صحيحا يا سي جمال، أنت كنت تطرح في السؤال على الضيوف، يعني أنه لماذا مثلا النظام الجزائري يحس بأنه لابد أنه يظهر قائد الأركان وأنه يصور هذا وينشر في التلفزيون العمومي والقنوات الخاصة وكل يعني الإعلام الجزائري؟ لأنه حتى يحاول أنه يظهر وكأنه هناك استقرار. رأيناها مثلا لما خرجت تسريبات داخل الجيش أنه مباشرة تبوني يروح لمقر وزارة الدفاع ويجتمع مع بن علي بن علي وسعيد شنقريحة حتى يظهر بأنه هناك توافق. يعني أنت لماذا تحتاج إلى إظهار الصورة؟ لأنه هناك تساؤلات، لأنك تعرف بأنه هناك تضاربات داخل الجيش الجزائري. لماذا دول أخرى مثلا في فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، في تركيا، في أي بلد يصدر مرسوم حتى أنه الشعب لا يسمع بالموضوع؟ طيب بالمناسبة خبر تعيين مجدوب كحال مدير المخابرات قبل أيام كان يتم تداوله وتم التنصيب اليوم فقط. هذا هو المشكل، ولكن هم دائما مصرين على، لو رأيت حتى في كلام سعيد شنقريحة نفس ما كنا نسمعه لما تم تنحية بوعزة وسيني وتعويضه بمدير آخر للمخابرات، يعني يبقى في نفس القضية وهي القضية السورية. وأيضا ربما أردت التطرق إلى نقطة، يعني اليوم الوضع ليس فقط أنه جهات أجنبية ترانا على أننا بلد مغلق والأمور غير واضحة كما كان يقول ضيفك في واشنطن هو محق في هذا، ولكن اليوم أنه رأينا أنه حتى في قمة الناتو في مدريد صاروا يعتبرون الجزائر كخطر، لأنهم يقولون بأنه هذا يعني أدانوا بشكل واضح البلدان التي تستعمل الابتزاز، ما يسمى بالابتزاز الاقتصادي، وهذا في إشارة إلى القرارات الغير مسؤولة من النظام الجزائري في افتعال أزمة مع شريك موثوق، يعني ما كانش ربما شريك أكثر يعني. ولكن لم تكن هذه الأزمة كذلك ردا على موقف بدا انقلاب وتغيير في موقف إسبانيا التاريخي، يعني والضغط من جهة المقابلة كذلك. ولكن هناك سياق دولي، أنت رأيت بأنه إسبانيا كان لها الذكاء في أنها خرجت مباشرة وبكل بساطة تقول بأن روسيا هي من كانت تحرك في النظام الجزائري واستغلت السياق الدولي، والآن حتى الناتو، وربما الموقف الإسباني ليس الأهم، أنه يصير حلف الناتو يعتبرك بأنك خطر على حلف الناتو، بأنك يعني خصوصا أنه الدولتين شرقا وغربا تونس والمغرب يعني من أكبر حلفاء حلف الناتو، يعني أنه صرنا اليوم. ولكن في على الأرض في المقابل ما زال التنسيق مع الناتو عادي بشكل بالعكس متواصل، بالعكس حتى في تشير أنه في هذا التمرين العسكري الأخير إسبانيا لم تشارك، شاركت
تونس شارك المغرب مع الولايات المتحدة، ولكن إسبانيا نفسها لم تشارك أصلا. يعني هناك أيضا صورة مغايرة كذلك للصور ربما التي قد يراد إبرازها. ولكنها هي من احتضنت القمة، وإسبانيا هي من دفعت خصوصا في قضية الابتزاز باللاجئين والابتزاز الاقتصادي والحملات الدعائية، لأنه تعرف بأنه البلد الوحيد اللي تقوم وكالة أنباء بحملة ضد وزير خارجية إسبانيا وتصفه بأنه من دعاة الفتنة أو أمر مثل هذا. يعني هذه أمور سابقة، وأول مرة نسمع بأنه حلف الناتو يشير بشكل واضح إلى الجزائر بأنها يعني تقريبا عدو. هذا كله مرتبط، لماذا تكلمت عن الموضوع؟ يبدو أن هناك إشكال مع شوقي. أستاذ سعد بوعقبة، يعني هذا مرتبط بالداخل طبعا، وأيضا بسياق تغيرات وتحديات حتى استراتيجية خارجية. وهذه التغييرات، مدير إدارة المخابرات الخارجية هذا خامس تغيير فيها بالربط مع إسبانيا. لم فسر إقالة مقري واستخلافه، وكنت حتى ضيف معنا في النقاش بكحال قبل أن يتم تعيينه اليوم مدير المخابرات الداخلية بعد شهرين فقط، بسبب عدم توقع هذا الموقف الإسباني أو فشل في توقع الانقلاب الموقف الإسباني من الصحراء الغربية. أيضا المخابرات الداخلية والأسئلة المطروحة كذلك على إدارة البلد والاهتمام بمن يكتب تعليق على الفيسبوك مثلا، بينما قضايا أهم تهم مستقبل البلد ومصالح البلد لا يتم الالتفات إليها. طبعا الجهاز الآن يواجه صعوبات في تسيير مرحلة انتقال السلطة من بوتفليقة إلى من جاء بعده. التداعيات تاعها ما تزال قائمة داخل السلطة نفسها، وأن ظلال الحراك ما تزال قائمة في أجهزة الدولة، في أجهزة السلطة، الصراع حول النفوذ وحول الانفراد باتخاذ القرار باينة واضحة، باللي ما زال الحراك داخل السلطة، وأن خريطة الطريق اللي جاءت بعد الإطاحة ببوتفليقة كضحية للحراك ما تمتش بسلام، وأن الجهاز نتيجة التفكيك اللي داروا بوتفليقة والخلبطة اللي وقعت داخله ودخول تصفية الحسابات بين الفرقاء داخل المؤسسة الحاكمة أدى إلى صعوبات في السيطرة على الجهاز وتسييره بتعيين ناس يضمنوا الاستقرار ويضمنوا الأداء، لأن واضح أن الأداء في الداخل ضعيف جدا، وشفنا المشاكل اللي ما زالت تواجهها سواء على مستوى التسيير الإداري ولا التسيير السياسي للملف السياسي بالنسبة للداخل. أيضا كاين صعوبات بالنسبة طيب يعني القصة كلها الهوس كله الحراك أستاذ. اسمح لي كمل لك النقطة مهمة في الخارج. واضحة، لأن سمعنا منذ أسبوع تقريبا ولا أسبوعين بأن الشاب حراق في حرق على تركيا اليونان عبث بأجهزة البلاد كاملة، ولات في الداخل ورجال أعمال شنطجهم ودالهم دراهم احتال عليهم وولات، وكاين حتى ناس من مسؤولين في الداخل هزوا الطيارة وراحوا له اليونان باش يكسبوا وده، لأنه ادعى أن رئيس الجمهورية كلفه بأمور. وأكثر من هذا عبث بالجهاز تاع الجهاز الدبلوماسي عبث شنيع. يعني حقيقة السؤال يتطرح، إذا كان شاب عمره 23 سنة يعبث بهذا وأجهزة الأمن وجهاز الأمن الخارجي بصفة خاصة ما ينتبهش ليه، معناها كاين فيه مشكلة في التسيير تاع الجهاز، كاين مشكلة حقيقية أن هذا الجهاز نتيجة التخلاط داخله
وعدم الاستقرار أدى إلى إلحاق أضرار به، أصبح غير قادر على صيانة أمن البلاد. إذا كان شاب يعبد به فبيه بالدبلوماسية، فكيفاش تواجه هذه الدبلوماسية وهذا الأمن؟ كيفاش يواجه أجهزة الأمن الدولية المتطورة واللي عندها طابع عدواني قوي؟ يعني إذا كان هذا يبين باللي فعلا العبث بالجهاز هذا، رانا ندفعوا ثمن تاعو، رغم ان الناس اللي عبدوا به قدموه على ان لما يعبدوا به هو الديمقراطيه، هو تحسين صوره البلاد، وانه كذا، وانه محاربه الفساد، ولكن النتائج كانت عكسيه، لان العبث اذا كانوا ناس داخل الجهاز فسدا كان المفروض ابعادهم بالقانون وفي اطار القانون، وما يعبدوش بالجهاز وبالتالي يعبدوا بأمن البلاد. هذا اللي يحصل في البلاد، ولما كنا نحذروه من مثل هذه الأمور أن يحولوا أجهزة الدولة إلى ساحة للصراع بين العصب، هو فيه مضرة للأمن تاع البلاد واستقرار البلاد، كانوا يقولون أنتم عملاء. هاو الآن رانا نجني ثمارها على مستوى أفريقيا وعلى مستوى العلاقات تاعنا في إسبانيا، كيفاش نتنبأ لما حدث في إسبانيا، والعلاقات تاعنا مع فرنسا، والعلاقات تاعنا مع العرب، والعلاقات تاعنا في 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 الملف تاع أوكرانيا، كلها راهي مشاكل حقيقية ناجمة عن ضعف الجهاز الأمني وضعف الجهاز الدبلوماسي وضعف جهاز الحكم بسبب العبث وبسبب عدم استقرار الناس. طيب هل هو بسبب أيضا كنت تشير الحراك، الهوس فقط بالحراك وشعار الحراك دولة مدنية ماشي عسكريا، وكل الهوس بمتابعة ناشطي الحراك من يكتب تعليق في فيسبوك ناشطي الحراك في الخارج، بينما الرهانات الأخرى متروكة؟ صح، أكبر خطأ ارتكبته السلطة هي أنها وجهت يبدو أن هناك إشكال، سنحاول العودة للأستاذ سعد أبو عقبة، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة النقاش. أهلا بكم مشددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة، نتوقف فيها عند أبعاد ودلالات التغييرات المتواصلة في جهاز المخابرات وتبادل مديري المخابرات الخارجية والداخلية المنصبين. معنا دائما في النقاش حميد للو من واشنطن وشوقي بن زهرة من فرنسا. حميد للو، أعود إليك. أستاذ سعد بعقبة كان يتحدث الحراك، هل القصة كلها هوس السلطة ومخابراتها هي بهذا الحراك السلمي؟ بالعكس، لجزائريين خرجوا لإنقاذ البلاد من عبث بوتفليقة، من العبث حتى بالمخابرات التي كان مدير قناة أحد الأذرع الإعلامية التي تهاجم هؤلاء الجنرالات وتصفهم بما تصفهم الآن، تمدحهم، وكانوا بالعكس تهين جهاز المخابرات ليكون هناك بلد قانون، بلد بالعكس للمخابرات دورها المهم في حماية أمن البلاد، وليس في تتبع من يكتب تعليقا على الفيسبوك ويخرج للمطالبة بتغيير سلمي في الحراك. الهوس كله بالحراك، بينما في النهاية يتم إضعاف هذين الجهازين بأهميتهما لأي بلد. والله غريب، نفس السؤال طرحه علي واحد هون محلل أمريكي، قال هل الحراك مازال حي؟ هل الحراك مازال قائم؟ فإجابتي كانت أن الحراك قائم ربما بشكل مختلف. الحراك ليس الخروج المليونيات أسبوعيا، بل الحراك هو النشاط السياسي للجزائريين على مستوى المجتمع المدني. وأيضا أنا أشاطر رأي الأخ أبو عقبة من الجزائر أن الحراك دخل
دخل في المؤسسات الجزائرية. قلناها من زمان أنه المؤسسات حتى النظام الجزائري تأثر بالحراك، فيه ناس شرفاء داخل النظام الجزائري يريدون التغيير حقيقة، التغيير الحقيقي. فلهذا ما زال مؤثرات الحراك، والحراك أيضا جاء عن طريق التغيرات التي صارت تحت عهد بوتفليقة، خاصة العهد الأخيرة، وتكلمنا على أنه هذا رئيس الأمن الداخلي كان أزيل من منصبه بسبب بعض الغلطات التي قام بها آنذاك. لكن من جهة أخرى، أين لا أشاطر الأخ من باريس، هو أنه تداول المسؤولين الكبار على المناصب هذا شيء عادي جدا. مدير أمن داخلي ممكن أن ينصب مدير أمن خارجي، كما أنه ممكن أن يكون مدير على الجمارك، كما أنه ممكن أن يكون مدير في وزارة الخارجية وإلى آخره. نعم، المسؤولين الكبار هذا يتحول. ربما المشكلة في النظام الجزائري اللي يدل على عدم الاستقرار والبلبلة الموجودة داخل النظام بسبب الحراك، أنا أظن هذا هو التكرار. لما هذه القضايا تعيينات تتكرر كل أسبوعين كل ثلاثة، نسمع تعيينات جديدة وتكون علنيا منشورة على التلفاز، ويكون هو النبأ الجوهري المهم، كأنه ما فيش أي أشياء أخرى مهمة في الجزائر. أهم شيء اللي صار في الجزائر هم التعيينات، هم المسؤولين على هذه المؤسسات الأمنية. إذن نعم، أنا أؤكد أن الحراك ما زال موجود، والحراك ما زال كأنه يهيمن على ما يعمله النظام، والتخوف موجود، وربما هذا يدل إن دل على شيء أنه فيه بعض المناورات داخل النظام، وأنه تغيير سيكون فيه تغيير، وربما ليس تغيير جذري لكن جهة تنقلب عن جهة أخرى. الآن أين دور الحراك؟ أظن آن الوقت للسياسيين الجزائريين وللمجتمع المدني الجزائري أن يأخذ مسؤوليته. طيب، يبقى معنا حميد للو شوقي بالزهرة، وأنت في فرنسا. لافت أنه سعد معاقبة يقول هذا حراك، ما يحدث هذه التغييرات هل هي ارتدادات فعلا زلزال الحراك؟ برغم كل شيء ما زالت ارتداداته داخل السلطة تبون العالق في النظام العسكري السياسي كما وصفه ماكرون، النظام الذي أضعفه الحراك. هذا هو التحديد. أنا ربما لا أتفق مع الشق الذي يعني لما نقول بأنه كأنه حراك داخل المؤسسة العسكرية، هذا يعني بأن هناك جهات تتحرك داخل المؤسسة العسكرية من أجل ربما الوصول إلى التغيير الذي أراده الحراك، وهذا للأسف بحد الساعة غير صحيح. لكن القول بأنه ما يحدث الآن هو تبعات يعني ما أحدثه الحراك داخل النظام الجزائري، وماكرون لما يتكلم، وهنا يعني تستطيع التفريق بين الدولة التي تحترم نفسها والتي لها مؤسساتها ولها أجهزة مخابراتها التي تقوم بعملها. لأنه لما يقول إيمانويل ماكرون بأن النظام الجزائري أضعفه الحراك، هذا بناء على تقارير من المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية لا دي جي اس او، يعني التي لها ميزانيتها تقوم بأعمالها، لها مديرها اللي هو برنار إيميل اللي كان سفير فرنسا في الجزائر، يعني يعرف جيدا الجزائر. رأينا أيضا لما حتى الكتاب تاع السفير الفرنسي السابق في الجزائر زافيي دريونكور كيف أنه يعرف كل ما هو ما يحدث داخل النظام الجزائري، ولو أنه يعيش بين الفرنسيين، المسؤولين الفرنسيين لهم تحفظ كبير في الحديث على كل ما يخص إفريقيا على العموم والجزائر بشكل خاص، يعني مستعمراتها السابقة. ولكن يبقى أنه كل ما يحدث الآن داخل المؤسسة العسكرية، وحتى قضية هذه الحاجة إلى الخروج إلى العلن،
هذه الامور اللي ربما لم نكن نراها في فتره البوتفليقيه ولو انه كانت ظروف مختلفه، ولكن الحراك اكبر شيء قام به هو انه اجبر النظام الجزائري على انه يبين وجهه الذي هو وجه عسكري حقيقه. طب هل تبين وجهه العسكري ام انه هناك بعد نفسي للرد على الحراك؟ يعني الدوله المدنيه ماشي عسكريه، بالعكس نحن دولة فعلا دولة عسكرية، ولكن أيضا نعم هناك عسكر ولكن يريدون أو إعطاء انطباع بأن هناك تغيير وجزائر جديدة في المقابل. هو يعني الضرورة مرتبطة أيضا بأنه بالرد، يعني لأنه ضرورة يعني المؤسسة العسكرية أحست بالضرورة للخروج إلى العلن طبيعة الحال للرد على الحراك. وأيضا لما تأخذ كل ما يحدث مؤخرا، لما تأخذ الاستعراض العسكري تاع يوم 5 جويلية وما حدث في يوم 5 جويلية بالذات، يعني 30 مليون دولار في ظرف ساعات تم استهلاكها، هذا لماذا؟ هذا ليس للخارج، لأنه بالنسبة للخارج الاستعراض العسكري وحتى ناس داخل المؤسسة العسكرية أصيبوا بحرج كبير بسبب هذا الاستعراض العسكري الذي بين الجزائر أمام العالم أنها مسخرة، خصوصا في الظرف الحالي، قضية تبيان الدبابات الروسية التي منذ أيام فقط كانت تتحطم في أوكرانيا وغير ذلك، ولكن الرسالة من الاستعراض العسكري هي رسالة داخلية. ولكن رسالة بالعكس، هناك من قرأ الرسالة الخارجية أنه شنقريحة بعدها بيوم قال بأنه الغرض من هذا الاستعراض هو لحماية البلاد والجزائر مستعدة للعمل تحت قوانين الأمم المتحدة في الخارج، ردا فيما يبدو بالعكس على من شعر بأن هناك استعراض للقوة أو العضلات الجزائرية. لا، هو دائما أنت تعرف جيدا بأنه حتى الأزمات الخارجية كثير منها التي يفتعلها النظام الجزائري مثلا مع المملكة المغربية كان سببها هو ما أحدثه نظام الحراك الجزائري من خلل داخل النظام، يعني أن النظام اضطر إلى الاختباء وراء قضية أن هناك أزمة مع الجارة الغربية وهناك نفس الشيء في المقابل بالنسبة للمغرب، نفس الشيء، نفس التلاعب كذلك، يبقى معنا شوقي بزهرة، نفس التلاعب بالعدو الخارجي والفزاعة الخارجية. أستاذ سعد بعطبة، أعود إليك، أنت كتبت مقالا كنت تشير إليه لافتا في عمودك في المدار عن هذا الشاب، عن هذه القصة الغريبة التراجيكوميدية الذي يوقع بسفراء ودبلوماسيين، وطبعا على خلفية الكثير من الشائعات والمعلومات عن تغييرات، من بينها تغيير حتى سفير الجزائر في فرنسا. ماهيش بعيدة القضية، ما زالت تداعياتها حتى الآن ما زالت تداعياتها مستمرة، والتغييرات اللي وقعت في المدة الأخيرة ماهيش بعيدة عن القضية هذه، ولكن هذه ليست هي المسألة الحيوية فيما يحدث في البلد. حقيقة ما يحدث في البلد هو أن أصبح الإحساس عند الفاعلين في المؤسسة العسكرية باللي البارت شوك اللي داروه او الواجهه السياسيه اللي داروها في 12/12 لم تعد بارت شوك حقيقي، مزيل صدمات حقيقي، واصبحت المؤسسه العسكريه الان انتهت الى قناعه باللي راها في مواجهه مع الشعب مباشره الان، وليس بالبارشوك كما كانت من قبل البارشوك السياسي او الواجهه السياسيه. ما يحدث داخل المؤسسه هو غليان داخلي فيما يتعلق بالنقاش التجاري داخلها حول هل هي فعلا متحكمه في الوضع في الانتقال من مرحلة بوتفليقة إلى مرحلة بعد بوتفليقة، وأن الأمور ذاهبة للاستقرار وذاهبة للإقلاع الاقتصادي اللي طالب به الشعب وإلى ديمقراطية اللي طالب بها الشعب وإلى لا. كل المعطيات تدل على أن الأمر ليس كذلك، وبالتالي هذا الحراك الموجود داخل المؤسسة العسكرية هو حراك فعلي وليس كذا، لأن يتجاوز مجرد تغييرات الناس ما اتفقتش مع بعضها، يتجاوز ذلك الى مشكله سياسيه حقيقيه مطروحه
في نظام الحكم بجدية بعد 3 سنين من او ما يقارب 3 سنين من اعتماد طريقة خارطة الطريق اللي تبدو انها انتهت الى طريق مسدود. حتى المهام التي كلفت بها هذه الأجهزة بملاحقة الناس الحريات في الداخل وفي الفيسبوك وفي الخارج أعطت نتائج عكسية. ظهر الآن في الداخل المجتمع نتيجة سجن الناس على آرائهم صارت ككرة الثلج راح يكبر العداء لهذه السلطة في الداخل بشكل ملفت للنظر، وأيضا فشل على مستوى تكميم الأفواه في التواصل الاجتماعي، بل زادت الأمور. وداخل الجهاز كاين تسريبات خطيرة جدا توحي بأن الأجهزة ما تتحكم حتى في شيء، وفي الخارج ما نحضروش الإخفاقات اللي يشوفوها الدبلوماسيين في جميع البلد. حقيقة راه الآن في خطر ويتطلب عملية سياسية جذرية وليست روتوشات. هل تتوقع تغييرا بهذه التغييرات أستاذ سعد بعقبة، تعيين كحال مدير المخابرات الداخلية؟ هذا وإلا ستكون كارثة، لأن إذا كان دفع بالشعب إلى اليأس سيبحث على حلول أخرى، مثل ما دفعوا به لليأس لما اعتمدوا مسألة العهدة الخامسة رغم أنف الشعب وقالوا نديروا العهدة الخامسة، ودفعوا الناس لليأس إلى درجة أنهم خرجوا للشارع. لا يمكن أن نتصور ردة فعل الشعب الجزائري لما يوصل لليأس من أن الحراك تاعه انتهى إلى 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 ما هو أسوأ من ما قبل الحراك. يعني فعلا لما يوصل الحالة من اليأس مثل هذه لا يمكن أن نتصور طريقة التصرف تاعه. والمسألة الحيوية اللي نراها مطروحة الآن في البلاد هي مسألة تمزيق البلاد، لأن وجود مثلا منطقة القبائل غير ممثلة في أجهزة الدولة في البرلمان والحكومة كما يجب يوحي بأن هذا التجاهل لمثل هذه الأمور قد يؤدي إلى أخطار حقيقية تمس الوحدة الوطنية نحن في غنى عنها. طيب. والمؤسسة العسكرية تتحمل المسؤولية، ممكن نقول المؤسسة العسكرية يعني قيادة المؤسسة العسكرية تتحمل المسؤولية فيما قد يقع من مساس بالوحدة الوطنية. طيب طبعا أستاذ سعد بعقبة، حميد للو لافت يعني تحمل المسؤولية وتعلم الدروس، يعني أليس هناك دروس يعني في هذه التغييرات والإقالات؟ يعني وسيني بوعزة كان يعتقد أنه رب الأرباب، كان يريد حتى تنصيب رئيس بدلا من تبون ضد ما إرادة القيد صالح، ثم انتهى إلى ما انتهى إليه الآن جندي وبتهم وبأحكام مشددة. حدث ما حدث لجمال كحال ثم عاد الآن من بعيد. أليس هناك المفروض دروس؟ يعني 35 جنرال وأيضا عشرات ضباط الآخرين برتب مختلفة في السجن، بينما يعاني في المقابل أيضا شباب ونساء في السجن خرجوا بسلمية بالعكس لإنقاذ البلاد من هذه الرداءة التي في النهاية كانت التساؤلات. أين هي كانت الأجهزة الأمنية المخابرات وغيرها وقيادة الجيش عندما كان يعبث بالبلد لعقود؟ الدروس في العالم العسكري والمخابراتي معروف به ومعمول به في شؤونهم العسكرية والمخابراتية، لكن تطلب مؤسسة عسكرية أنها تتعلم دروس لما تتدخل في شؤون مدنية وشؤون سياسية هذا من المستحيل. أنا أتحدث عن الأشخاص، أنا قصدي أتحدث عن الأشخاص الذين ظلموا. أين هو وسيني بوعز؟ نعم في النهاية الدنيا دوارة وحق الرجال ينتهي ذليلا ما انتهى إليه وسيني وغيره. مهما كان الأمر أولئك الأشخاص هم من المؤسسة العسكرية ترعرعوا ونشئوا على أساس أنه هو صاحب الكسكطة، يعني يعطي أوامر، ما عندوش هذيك الطريقة تاع الحوار وتاع التعامل المدني وتاع ما عندوش هذه. فإذا الدروس ما عندوش هذيك الدروس، لأنه يعني فيه هيمنة تاع العسكري على المدني
فلما تكون فيه هيمنة تاع ديك المؤسسة ولو كانوا أشخاص، لأنه مؤسسات ما يقيموهاش كما قلنا في البداية، الدستور ليس مقيم، هو مبني على الأشخاص. فلهذا ما فيش دروس، لأنه المغيرين يعني عندهم الافتخار تاعهم هذاك اللي يخليهم يعني فوق السلطة فوق الجميع، وأنهم قوتهم ما عندهاش حدود وما تتوقفش. فلهذا الدروس ما يتعلموهاش، الغلطات ما يشوفوهاش، ويدخلوا في إطار الإنكار. لما واحد ينكر ما يشوفش الغلطات تاعو، ولما تكون فيه غلطات يقلل من أهميتها، وإذا كانت أهميتها كبيرة جدا فيمشي يشوف مسؤولية عند الغير مشي عنده هو. فلهذا وهذا ما حدث، هذا ما حدث مثلا في حالة الراحل رحمة الله عليه جمال بن إسماعيل. نتابع التلفزيون الجزائري يتحدث عن تأجيل محاكمة المتهمين في مقتل جمال بن إسماعيل تقريبا سنة على تلك الحادثة البشعة، حادثة الحرق المدانة والتنكيل بالراحل رحمة الله عليه. أجلت اليوم محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء بالعاصمة محاكمة المتهمين في مقتل الشاب جمال بن إسماعيل خلال شهر أوت من العام الماضي بالأربعاء ناثرة بولاية تيزي وزو إلى الدورة الجنائية المقبلة. وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع الطرف المدني التي طلبت توفير أجهزة السمعي البصري لمشاهدة الأقراص المضغوطة التي توثق حادث الاغتيال، بالإضافة إلى حضور كل المتهمين غير الموقوفين. شوقي بن زهرة، لم تكن هذه الأجهزة متوفرة. طبعا هذه القضية من القضايا التي تأتي في صلب النقاش، يعني موضوع الأمن، موضوع الاتهامات، وأيضا تسويق صورة الأيادي الخارجية، ويعطي بالعكس صورة تضعف صورة البلد. يعني القول بأنه تدخل المخزن والمغرب يستطيع التدخل وإحراق القبائل في تيزي وزو، أو يورط حتى يتورط في هذه القضية، قضية جمال بن إسماعيل، يعطي صورة بالعكس ليست صورة قوة عن البلد، بالعكس صورة بلد ضعيف يستطيع فيه، بلد ميزانيته الدفاعية أقل أكثر من نصف حتى من ميزانية البلد الآخر، تعطي صورة هذا البعبع عنه كذلك. نعم، وبالإضافة إلى أن هذا البلد كل يوم نرى في وسائل إعلام النظام بأنه بلد فقير وغير ذلك، إذا كان هذا، وهذا يعني في جزء من الحقيقة، ولكن المشكل ما ذاك السؤال الذي يطرح في أي بلد يحترم نفسه، هو ماذا كانت تفعل أجهزة المخابرات الجزائرية وقت كان عملاء يتسللون داخل البلاد ويحركون جهات داخل البلاد لإشعال حرائق يعني القياسية لتدبير مكائد داخل البلاد، وهذا في كل مرة يحدث. يعني النظام في قضية الحرائق، في قضية ندرة السلع يقول لك جهات أجنبية، وهم لا يدركون حتى بأنهم يسيئون بنفسهم، خصوصا لأجهزة المخابرات الداخلية منها والخارجية، التي يعني في كل هذا يتضح بأنها لا تقوم بأدوارها. واليوم أريد فقط أن أفتح قوس، يعني سمعت كلام ليس فقط يتجاوز الغرابة من هذا المحامي اللي هو في هيئة الدفاع لعائلة يعني من طرف المدني، اللي هو النقيب هذاك سيسيليني اللي كان يعني من رموز البوتفليقية، يقول لك بأنه جهات أجنبية هي من تورطت في اغتيال جمال بن إسماعيل. أنت من حتى تتكلم، أنت أجري التحقيق، أنت تعمل في جهاز مخابرات، أنت دورك هو الدفاع على موكل. ولكن نحن كل الأدوار اختلطت في هذا البلد، هو لما يقول هذا الشخص نفسه اللي هو محامي يعني هو يسيء لجهاز المخابرات، هذا خصوصا المخابرات الخارجية التي دورها هو مكافحة التجسس، يعني أنه جهات أجنبية تدخل إلى داخل البلاد، تدخل إلى داخل الجزائر، تدبر عملية اغتيال، هزت الشعب الجزائري، هزت أركان الدولة الجزائرية دون علم. يعني هؤلاء في جيش ميزانيته تتجاوز 11 مليار دولار،
ويقولون عنه بأنه قوة ضاربة، فهذا يؤكد يعني حجم الكارثة في أكبر جهاز يعني وأهم جهاز مهم للأمن القومي للجزائريين. طيب حميد للو، يعني ما يحدث يعني في النقاش الخلاصة أنه هذه التغييرات ليست دليل صحة، دليل مرض، ليست دليل قوة، دليل يعني تخبط، تغيرات يعطي صورة أستاذ سعد بعقبة يقول خطيرة عن البلد. لم يحين الوقت بالعكس إلى تغيير المقاربة يعني، وإعطاء هذه الأجهزة المفروض أن تبقى تؤدي دورها المهم في حماية البلد في كل البلدان، بالعكس أقوى البلدان لديها مخابرات قوية، ولكن قوية في الاستخبارات الحقيقية في حماية المصالح البلد، وليس في متابعة من يكتب تعليق على الفيسبوك أو من يخرج في الحراك في الخارج. مؤسسات قوية لأنها مؤسسات شرعية مبنية على مناصب تستلمها من حكومة شرعية، من رئاسة شرعية. التخبطات هذو صارين لأنه نعرفوا أنه تبون رجل القايد صالح، واضح جدا هذا، كل الجزائريين يعرفوه. القايد صالح مات، كثير من المحللين المراقبين يقولون أنه اغتيل، وهذا ممكن جدا نظرا للظروف طبعا. في المقابل طبعا الرواية أنه بسبب طبي، الرجل كذلك لم يكن في سن، كان 80 سنة، ممكن يعني هناك ممكن من يقول لكن أيضا مبالغة قصة أنه اغتيل كذلك. ما احنا نشوفوا المشكلة، احنا ما زلنا في عهد الكاجيبي، المسؤولين يموتون بسكتة قلبية، يعني حتى اللي عنده 35 سنة يموت بسكتة قلبية. المهم مهما كان الأمر، تبون كان رجل القايد صالح، بعدها رأينا رجوع شريحة توفيق، وهذا اللواءات اللي رانا نشوفوهم بما فيهم كحال، هذو كلهم تربوا على يد توفيق. فإذا الآن لما جاءت هذه فرقة شنقريحة وتوفيق إلى آخره، كان من الصعب عليهم جدا جدا تغيير رئيس، لأنه ادعوا أنه فيه استقرار، أنه فيه مؤسسات ويبنون في مؤسسات جديدة. اتضح الأمر أنه الآن لازم له من التغيير. أنا أظن هم يفكرون في تغيير جديد، يفكرون في تغيير أم بالعكس؟ شوقي بن زهرة نأخذ رأي، يفكرون في تغيير أم أنه الصورة ربما عهدة ثانية لتبون، يراد تسويق عبر يعني تخريجات لم الشمل اليد الممدودة مثلا، حتى الإفراج عن معتقل التسعينات؟ والله أنا أظن أنه النظام اليوم يعني ما يلائمه هو نوع من الاستمرارية، يعني أنه يبقى يسير الأمور على هذا الشكل. حتى عبد المجيد تبون لم يقل ضيفك بأنه تبون هو رجل قايد صالح، أنا بالنسبة لي هذو ليس، هؤلاء هم أبناء النظام. خير دليل، نعطيك مثال، راوية اللي كان وزير المالية يتم تنحيته، ثم يتم إعادته، ثم يتم تنحيته بشكل مهين، ثم يعود مرة أخرى. نفس الشيء تبون في 2017 لما تم تنحيته بطريقة مهينة، وتم اتهامه يعني بالتخابر مع جهات أجنبية بأنه التقى، ولو أنه اللقاء صحيح والقضية صحيحة، أنه التقى مع الوزير الأول الفرنسي إدوار فيليب دون علم الرئاسة وقتها. يعني هذه يتم تنحيته ويسكت ويشكر من سيالي، هم يسمون نفسهم بأنهم رجال دولة، ولكن الحقيقة أنهم أبناء نظام، يعني يرمى بهم، يستعملون على حسب المراحل. تبون استعمل في مرحلة القايد صالح، القايد صالح رأى فيه بأنه رجل المرحلة بين ظفرين. فيما بعد تعايش تبون مع بوعزة وسيني في الفترة التي وصل فيها في السيطرة على مفاصل الدولة، رغم أن بوعزة وسيني كان بشكل واضح وصريح يساند ميهوبي، يتعامل مع مدراء المخابرات القديمين، يتعامل اليوم مع شنقريحة. يعني الواجهة المدنية في تركيبتها في الجزائر لا أهمية لها ولا تبعية لها. فعلا التبعية هي لمن يتحكم في مفاصل الدولة،
لهذا اليوم لما تأخذ تركيبة النظام الجزائري وتركيبة المؤسسة العسكرية اليوم هي مختلفة كليا على ما كان في 2019. 2019 كان التوفيق ونزار في السجن، كانوا الناس آخرين يتحكموا في المؤسسة العسكرية، غيرت التركيبة كليا. ورغم ذلك تبون كان في وقتها وكان اليوم، هذا لا يعني بأنه رئيس له السلطة، يبقى رئيسا معين لا سلطة له تتحكم، لأنه هو مثلا يروج أنه يقول لك لم الشمل. لكن من أوقف العملية هذه اللي ربما صحيح كانت فيها إرادة من هنا أو من هناك؟ جهات أمنية. لما المخابرات تقول لك لا، يعني لا، لما الناس الجنرالات المتحكمين في الجيش أو جناح متحكم في الجيش يقول لا ليس هناك إطلاق سراح لمساجين الحراك، تتوقف العملية كليا. طيب يعني في اعتقادك هل هناك، يعني هل ستتغير المعادلة، ستتغير المقاربة بعد هذه التغييرات، خاصة في موضوع الحراك المساجين، وكنت تقول عن سطوة المخابرات في هذا الموضوع؟ لا 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 أظن، لأنه هذه الأمر مستمر منذ أكثر من سنتين، يعني أنه الصراع هذه التغييرات هي معناها أنه كل جناح يريد الضغط على جناح. حتى قضية اليوم صارت قضية ربما هذا الشق لا يتطرق له الكثيرون، ولكن قضية مثلا المساجين تاع التسعينات هي قضية فيها لعبة قديرة جدا يعني من طرف النظام، يعني أنهم لا الحديث على إطلاق سراحهم وربما يعني تمرير هذا على البرلمان. لماذا يتماطلون في هذا؟ لأنه جهة داخل النظام تستعمل هذه الورقة ضد الجماعة التي لا مصلحة لها في خروج مساجين التسعينات، خصوصا منهم في السجن العسكري. هل تظن بأن جبار مهنه ومجاهد وتوفيق ونزار الذين لا زال لهم مداخلهم ومخارجهم في النظام يقبلون بخروج مساجين التسعينات مرتبطين بقضايا حساسة جدا مثل تفجير المطار تعوري بومدين وغير ذلك؟ مستحيل. يعني أنه جهات داخل النظام تتضارب بين بعضها البعض بقضية التعيينات، كل واحد يحب يحط الإنسان الذي ينتمي إلى جهاته، بقضية هذه ملفات على بعضهم البعض، بقضية حتى اليوم الدعوة القضائية المرفوعة في الخارج، يعني جزء يحاول استمالة من رفعوا هذه الدعوة القضائية، غيرها من الأمور التي تؤكد بأن الصراع مستمر ولن يتوقف، وبتداعيات ذلك على البلد. أكيد بتداعيات خطيرة على البلد وعلى صورة البلد. كل هذا ما نراه، كل ما نتحدث عنه اليوم، التغييرات في والمساس بجهاز المخابرات أمام العالم كله، هذا يعطيك صورة بأنك بلد غير مستقر، بأنك بلد غير موثوق. والكل اليوم صاروا يخرجون علنا، حتى القوى الكبرى يعني يعتبرون بأن الجزائر صارت بلد غير موثوق بسبب دبلوماسيتها، بسبب عدم استقرار جيشها. هذا الأمر خطير جدا على الأمن القومي للجزائر وللجزائريين. شوقي بنزارة كنت معنا عبر خدمة سكايب من فرنسا، كان معنا حميد للو كذلك من واشنطن، شكرا له كذلك. وكذلك الأستاذ سعد بعقبة، للأسف انقطع الاتصال لصعوبة التواصل الإنترنت، من الجزائر نشكره مرة أخرى على مشاركته وتحليلاته الدائمة معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. مني ومن كل فريق أشمل التحايا، فك الله أسرى معتقلي الرأي والمعتقلين المظلومين، فك الله وأسرهم. إلى اللقاء.